أخبار اليوم. وزير الداخلية: العمليات الإرهابية لن تسنينا عن أداء واجبنا. قال وزير الداخلية مجدي عبد الغفار أن الدولة مصرة على استكمال مسيرتها، وأن العمليات الإرهابية لن تسنينا عن أداء واجبنا. وأضاف الوزير عقب حضوره جنازة شهداء الشرطة الثمانية إن صرخات أسر الشهداء أمر صعب للغاية، ولكننا سنواجه الإرهاب بإرادة وعنف وقوة، ولن نتهاون في حماية أمن الوطن. الأوقاف: التستر على عناصر الجماعات الإرهابية جريمة. أدانت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع بحلوان والذي راح ضحيته 8 من رجال الشرطة، وطالبت الوزارة بالحسم مع الجماعات الإرهابية، مؤكدة أن التستر على أي من عناصرها جريمة لا تغفر وخيانة للدين والوطن. رئيس الوزراء يوجه المالية بتوفير مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القمح. قام المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى غرفة عمليات متابعة توريد الأقماح المحلية التي تم تشكيلها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء. وأجرى إسماعيل اتصالا بوزير المالية كلفه خلاله بتوفير مليار جنيه اليوم لسداد مستحقات الموردين للأقماح من المزارعين. وزير الاتصالات يبحث مع وزير المالية ترتيبات طرح رخص الجيل الرابع. التقى المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم بالدكتور عمرو الجرحي وزير المالية لبحث الترتيبات الخاصة بطرح رخص الجيل الرابع التي تأتي في إطار خطة تطوير قطاع الاتصالات من أجل تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين وتعظيم الاستثمارات والعائدات لخزانة الدولة. نصف مليون مواطن اشتروا كراسات وحدات الإسكان. كشف المهندس عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد أن عدد كراسات شروط وحدات محدود الدخل التي تم بيعها خلال أسبوعين يقترب من نصف مليون كراسة. وتطرح وزارة الإسكان بشروط سداد ميسرة 500 ألف وحدة سكنية بعدد من المحافظات لمحدود الدخل ضمن البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي للرئيس عبد الفتاح السيسي. جبهة تصحيح المسار تدعو لعقد جمعية عمومية طارئة وسحب الثقة من مجلس الصحفيين. دعت جبهة تصحيح المسار لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس إدارة نقابة الصحفيين، وتضمنت استمارة الدعوة إنه في ضوء التدليس المستمر على الرأي العام والجماعة الصحفية في الأزمة الأخيرة والتي قاد فيها مجلس النقابة الجماعة الصحفية إلى الصدام المباشر مع مؤسسات الدولة، تدعو جبهة تصحيح المسار الصحفيين المصريين للتضامن معها وإعلان تأييدهم لمطالبها بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس النقابة وإجراء انتخابات جديدة على كامل مقاعد المجلس.